عندنا زميلنا مراسلنا النشط جدا ما شاء الله تبارك الله عبد العزيز الحميد، اليوم تواجد في المركز الإعلامي الخاص بخليجي 23 وأخذ لنا عدد من اللقاءات نتابع. السلام عليكم. ورحمة الله. يعطيكم العافية. شو المفاجأة ذي؟ اي على طول كذا ما عندنا مقدمة. لا والله. رمضان المنتخب السعودي إلى الآن يعني كيف تشوف أنت؟ ماشي صح. بإذن الله إلى البطولة إن شاء الله. كان مفاجأة لنا؟ والله شوف نجوم الأخضر يعني مو مفاجأة بس بما أنهم شباب فممكن يعني، لكن دائما الأخضر حاضر. لاعب كذا لفت النظر. علي النمر. طيب في سؤال بحكم انك من اهل الحفر، وين الجمهور؟ بالعكس امس نادي الباطن سير حافلات. ما ابغى حافلات، ابغى جمهور اهل الحفر كلهم يحضرون. كلهم موجودين امس، الحافلات اللي سيرها نادي الباطن غير الجمهور اللي جاب سياراته الخاصه. خروج المنتخب الكويتي راح ياثر على البطوله بشكل كبير ولا لا؟ اكيد حضور الجماهيري ما راح يكون نفس الحضور اللي شفناه في اول جولتين، لكن ان شاء الله نتمنى انه الجمهور الكويتي يوقف مع الجماهير الباقيه ويحضر المباريات، ان شاء الله ينجح البطوله. هو دائما ينجح البطولات السابقه يعني الجمهور. سعد عمر هوساوي مبدع وقائد وخبره، حتى في المباراه الثانيه كان مستوى حلو، هذا خصوصا السنه هذه ومع بدايه تصفيات الدور الثاني من كاس العالم. عمر هوساوي جالس يقدم مستويات متصاعده وان شاء الله يكمل عليها الى كاس العالم باذن الله. جميل. افضل لاعب شاهدته من وجهه نظرك انت؟ على النمر. طيب خل بقول لك، المنتخب السعودي جولتين جميله، باقي له مباراه ان شاء الله نروح للدور القادم. فاجاك بصراحه؟ فاجاني وما فاجاني، لانه دائما متعودين الاخضر في المحافل يكون موجود، وفاجاني لان الاسماء كانت اول مره تلعب مع بعض، كنا متخوفين وش ممكن يقدمون، هل بيصير في تجانس او ما في تجانس، ولكن قدموا ولله الحمد اداء مشرف وأثبتوا للناس أنه الشباب في السعودية متى ما أعطوا الفرصة بيكونون بالمحفل بإذن الله. أقول لك دورات الخليج لازم وجود الفريان، إبراهيم الفريان اللي عاصر مجموعة من دورات الخليج، والجميع دائما وين الفريان، وين حاضر الفريان من أول يوم أن ندورك يا أبو صالح. الله يشوف، يعني هذه قناة الوطن، قناة الوطن عزيزة علي، يعني وأنا أكل تركت الأكل ليه؟ لأن قناة الوطن. عبد العزيز، يمكن التجمع هذا إن كان هناك من ثلاث أشياء: شكر أبونا صباح اللي جمعنا ولمنا، الثانية الكاس ما يهم، ودنا يروح البحرين لأنهم ما أخذوه، ودنا يروح البحرين ونجتمع على جسر المحبة، والإمارات ربعنا عزهم عزنا برضو، وإن عاد السعودية يا سلام لو خذوه، وإحنا ما وصلنا كاس العالم. كاس الخليج ما هو طموحنا، طموحنا كاس العالم خمس مرات، وصلني خمس مرات بعدين عاد كاس الخليج عادي، يعني بطوله اخويه تنافسيه. ابو صالح، ممكن سؤال؟ اول دوره حضرتها؟ عمري 7 سنوات، دوله الخليج الاولى، وكنت اصفق والهدف يدخل مرمانا احزبه لنا، عمري 7 ستوني صغير. بعدين دوره الخليج الثانيه والثالثه، والان الحمد لله انا موجود، يعني لليوم انا نزلت دمعتي وانا اشوف فيصل القناعي، أنا أدب بالكرسي يعني من 50 سنة 40 سنة وهو حاضر دورات الخليج، هو اللي كان رئيسنا المباشر في كأس الخليج. يا أبو الكرة وراعيها، يا سلام العب وحاور فيها، هيدو يا حلو الاسم عماني. ننتقل إلى الزميل بندر الشهري.